وأما الذي جرى ليلة مولده صلى الله عليه وسلم من العجائب العجيبية فأمور دالة على عظيم مكانته من الحق والمكان كالارتجاج الواقع في إيوان كسرى ذي البناءات القوية المعروف بأنوشروان فذلك إذا تأملته وكنت ذا نظر وبصيرة بصيرية ترى فيه أعظم البشائر بانهدام دعوة البطلان وغيض البحيرة المعروفة بناحية الفرس بطبرية فيه من الآيات الساطعة بالحق والبرهان وأعجب من ذلك كله إذا دققت خمود النار الفارسية فيا عجبا ممن يسمع مثل هذا ويكذب فليس أقوى منه خسران وكان لها على الصحيح 1000 عام لم تخمد لعبادتهم أوقدها الجاهلية وقد خمدت لظهوره صلى الله عليه وسلم تلك النيران وأصبحت الأصنام منكسة على رؤوسها لبدو الملة الحنيفية وبطلان عبادتها وعم ذلك في جميع المشرقان ثم أخذته الملائكة فطافت به جميع الأرضية وعمت بركته العظمى على أصناف الأديان وقيل دارت به كذلك في العوالم العلوية لتنال ما نالته الأرضون من الفخران وزينت السماء ليلة مولده وفرحت الخلائق الملكية فكيف لا ومن نوره خلقها الرحمن وعمت الأرض الزينة من غير شك يا معشر الأمة التخصيصية ويحق لها إن كنت ذا فهم أن تزان وهو لما عم فيها من خيرات تشرفت بها على جميع العوالم الأخروية فيا لها من مفاخر ولا سيما للموضعان وذلك حيث ولد ونشأ وبدأه الوحي في الأرض المكية وحيث دفن فيا ليتني كنت تلك الأرض التي زادت الفخران اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان.